بداية نبغي نشد بأيدي من حرارة على السلطات الأمنية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وجميع السلطات، لأن الأمور مرات في جو زعما صراحة مسؤول، بحيث الجمهور ما تعرض حتى لشي أداء بحكم الاستفزازات اللي كانت وكذا. دونك هادي تحسب السلطات الأمنية وأخص بالذكر ديال مدينة الدار البيضاء وديال مدينة الرباط. في خصوص العودة الكل كنظن اللي كان في الرباط راه شاف الحادثة كيفاش وقعت، كان من بعد البياج ديال مدينة بوزنيقة انقلبات واحد الحافلة اللي كانت كتهز بعض مشجعي فريق الرجاء البيضاوي. لحسن الحظ كانت إصابات طفيفة، لكن كانت واحد الحالة اللي هي مستعجلة اللي تم الحضور ديالها المستشفى ديال سيدي عثمان. للأسف الشديد ما خداش العناية، قال لك ما عندنا ما نديرو ليه، شوفوا فين تديوه بصريح العبارة. هذه شيء مؤسف انك كتشوف واحد مواطن في واحد الحالة اللي يرتى لها، فإذا به تم المجيء ديالو هنا لهذا المصحة خاصة. بالمناسبة نبغي نشكر المكتب المسير اللي تحمل المصاريف ديال العلاج ديالو، والآن راه غيبات هنا في لاكلينيك، لأن الدري واحد العين تقريبا راه ما كيشوفش بها، والرأس ديالو في اليد ديالو في النيفو ديال المشوار حتى هو. دونك خصو ضروري كان خصو يبات باش دير لي فحوصات طبية، وغدا إن شاء الله نعرفوا الحالة كيفاش دايرة إن شاء الله. ونبغي نشكر كيما قلت لك حتى البروفيسور العرسي اللي تجاوب معنا وجميع الإخوان اللي ساندوا وكانوا كيتصلوا. يعني بغيناك غير بما انه جا يعني مستشفى خاص، يعني كيفاش كان الاستقبال ديالو وكيفاش واش تقدمت لي اسعافات اوليه بعدا؟ اكيد لا، صراحه لقينا واحد الاستقبال ما نقولوش استقبال، لان مريض جا في واحد الحاله حرجه، دونك كانت استعجال كانت داروا في شنو سميتو عليه العنايه المركزه كيف ما قلت لك سابقا باش دار فحوصات ككل، ماشي بحال المستشفى ديال سيدي عثمان. للاسف الشديد انا كنت اسف قسما بالله، كنت اسف ملي كتشوف واحد الحاله اللي قدامك وكيقول لك اودي ديها ما عندنا ما نديرو ليه، اين نحن؟ راه عيب المساله هذه، ومع العلم تأدر واجب وهذه من هنا داك الشيء كتخلص، ولكن كيقول لك راه ما عندنا ما نديرو ليه. لهذا لاش غتكتب ديك مستشفى؟ دونك ما تكونش مستشفى، تقدر تكون دار العجازه، تقدر تكون بزاف ديال الامور.